السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في قناتكم قناة شفا بشكر إبراهيم التي هي منكم وإليكم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الصابلي كيجي رائع بالنسبة للأطفال وبالنسبة للناس الكبار وبالنسبة يعني واحد الصابلي عجيب. هذا الصابلي كنصوبوه من لاباط ديال الكيك، من لاباط ديال الكيك، يعني صابلي كيجي ممتاز وجيد جدا إن شاء الله. لكم المقادير ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي المقادير غادي خصنا كيلو ديال الفورس. بالنسبه للمقادير كل واحد غادي يدير المقدار اللي غادي يخصو، يعني اللي بغى نصف الكميه يقسم الكميه على النص، اللي بغى ربع الكميه يقسم الكميه على اربعه، وهكذا وهكذا. يعني الكميه كل واحد يدير على داك الشيء اللي غادي يقدو وقد العائله ديالو. انا غادي قدني هذا المقدار اللي كتشوفوا قدامي، وانتما كل واحد غادي يدير واحد المقدار اللي غادي يقد ليه العائله ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني عندنا كيلو ديال الفورس، عندنا 300 غرام ديال السكر، عندنا 400 غرام ديال الزيتر ديال الزيت او 400 مليمتر ديال الزيت، 400 مليمتر او 400 غرام بحال بحال. عندنا 8 البيضات، عندنا 4 الخمارات 7 غرام 14 28 غرام ديال الخميره، عندنا الماء 200 مليلتر ديال الماء، داير فيهم قشره ديال الحامضه وقشره ديال الليمونه، ها هما باينين، ها الحامض ها الليمون. 200 مليلتر ديال الماء فيها القشره ديال الحامض والقشره ديال الليمون. عندنا 4 د الخمارات كما قلت لكم 28 غرام ديال الخميره، وعندنا 200 مليلتر في هذا الماء، هذا الماء اللي درنا فيه الحامض 200 مليلتر، وعندنا جوج معالق ديال الكونفيتور كبار، عندنا معلقه كبيره ديال بودر كاكاو، عندنا الفاني غبره معلقه صغيره عامره مزيان. هادو هما المقادير ديالنا. نعودوا المقادير: كيلو ديال الفورس، 300 غرام ديال السكر، هنا عندنا 400 غرام ديال الزيت او 400 مليمتر، 400 غرام او 400 مليمتر نفس العبار. عندنا 8 البيضات، عندنا الخماره 28 غرام، يعني 4 الباكيات الخميره ديال 7 غرام، كل باكيه كتكون فيها 7 غرام، 4 الباكيات. عندنا 200 مليلتر ديال الماء، هنا فيها قشره ديال الليمونه وقشره ديال الحامضه. عندنا جوج معالق ديال الكونفيتور كبار، عندنا معلقه ديال بودر كاكاو كبيره، عندنا معلقه صغيره عامره ديال الفاني. هادو هما المقادير ديالنا اللي كنطلبوا. اولا وقبل كل شيء كناخذوا البيض ديالنا هكذا، كناخذوا الزيت كنخلطوا هاد جوج المقادير مزيان، هنا كناخذوا الزيت ديالنا كنخويوه على هاد البيض، كنخلطوا الزيت ديالنا بحال هكا تتنسجم لينا مع الخليط. هانتوما اللي ما بغاش يخدم بيديه يخدم بالماكينه بحال بحال، اللي بغى يخدم بالطراب الكهربائي او يخدم بالطراب بالباتور يخدم بالباتور. انا نفضل نخدم لكم بيدي بحال هذا الشيء الخفيف، كنفضل نخدمه بيدي بحال هكا باش الانسان اللي ما عندوش طراب اللي ما عندوش سميتو يقدر يصوب. ها انتم ضربوا غير البيض ديالكم حتى كيولي بحال هكا بحال الشكل ديال لابوماد، راه موجود البيض ديالنا كنخويو عليه داك الماء وداك الحامض وداك الليمون، كنخلطوا هذا المقدار، كنخويو عليه الفاني ديالنا كنخلطوه حتى هو، هنا كنخويو الكونفيتور حتى هو جوج معالق ديال الكونفيتور، كنخلطوا هذا المقدار كل شيء هنا. كناخذوا الخميره ديالنا كنخويوها على الفرص بحال هكا، والفرص ديالنا 1 كيلو، لان هذا غادي نديرو منه الصابلي، داكشي علاش غنديرو هذا المقدار ديال الفرص. كان مره كنخويوه بحال هكا، كنخويو واحد ثلث او ربع ديال الفرص ديالنا نخلطوه. تا يندمجوا لينا هاد المقادير بحال هكا، تا
الاثنين دمجوا مزيان عاد كان نديرو تاني كمية معتبرة بحال هكا كنخلطو تاني المقادير ديالنا نخلطو الفرص تا يشرب لينا مع البيض والزيت وداك الشيء بحال هكا هاهو انتم شفتوا العجينه ديالنا كي كتجي شاده راسها مزيان كنديروا ما تبقى لنا الفرص هنا كنخلطوا شويه بشويه انتم كتشوفوا خلطوا غير بشويه باش يدخل لكم الفرص ديالكم مع العجينه وغادي تجينا عجينه شاده راسها بحال هكا هانتوما شفتوا العجينه كي كتجي عجينه متماسكه جدا لان غادي نصوبوا منها صابلي كيجينا رائع في المذاق ديالو. هي في الحقيقه هي عجينه كيك يعني من هاد العجينه ديال الكيك يمكن لينا نديرو الصابلي زوين لوليداتنا يجي رائع. اشنا هي الاضافه في هذه العجينه ديال الكيك ان الفرص كثير فيها بزاف باش تجمع تكون هكا باش نحصلوا على صابلي جيد جدا. ها هو الصابلي ديالنا ها هو موجود مرحبا. هذه هي العجينه ديالنا هانتوما شفتوا كتجي عجينه شاده راسها ماشي عجينه جاريه ما خصهاش تجينا جاريه كناخذوها كنديروها في البوش بحال هكا وكنصوبوا منها الصابلي الشكل الاول ديالنا اللي غادي يجي على شكل دوائر هانتوما هكا ما تزديوش راه غادي تسرح شويه في الفران ديروه لهذا الشكل ما يجيناش يكون الخوا ما بينه وبين كل حبه وحبه خصو يكون عندنا نخليو تقريبا واحد جوج صبعان ما بين الحبوب ديالنا هكا ان شاء الله غتجربوا هذا الصابلي غادي يعجبكم مزيان بحال هكا ديروا ليه بحال هكا بيديكم باش تقتلوا هذيك الطلعه اللي طالعه يعني تبلاطيوها تجي مبلاطيه وان شاء الله غادي نستمروا تنصوبوا الكميه ديالنا. هذا هو الشكل الاول الصابلي ديالنا كنديروا ليه شويه ديال لوزي فيلي من الفوق بحال هكا بحال هكا ديروا شويه ديال لوزي فيلي باش يجي التزيين ديالو زوين. اللي ما بغاش بلا ما يديرو ماشي ضروري يعني ماشي ضروري اللي بغاه سامبل يديرو سامبل كيجي زوين سامبل اللي بغا يزينو بشويه ديال لوزي فيلي كيزينو بشويه ديال لوزي فيلي بحال هكا. هذا هو الشكل الاول وغادي نديرو الشكل ديال الشوكولا ان شاء الله وملي كنطيبوه في الفران كنخرجوه يمكن لينا نلصقو جوج بجوج كل جوج نسقوهم بشويه لا كونفيتور من الوسط ديال كونفيتور ديال الفريز او الشوكولا نوتيلا او مارك اي حاجه اي كريمه بغيتو ديروها الوسط او اي شوكولا او اي مربى كونفيتور او اي كونفيتور يمكن لكم ديروا في الوسط. غادي ندي الصابلي ديالي للفران اللي في درجة الحرارة 170 ان شاء الله درجة الحرارة ديال 170 ها هو كندخل ليه الصابلي ديالي بحال هكا كندير جوج طوات وحدة في الطبقة قبل الأخيرة والثانية في الطبقة الأخيرة ان شاء الله وغادي ندخلو يطيب في درجة الحرارة 170. بالنسبة اللي عندهم الفران ديال الغاز يديروا العافية متوسطة لتحت وعافية
مهيله بزاف الفوق ويدخل الصبلي ديالو ان شاء الله يخرج ليه زوين. هذا ما فيه تما لا كيخرج مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم. ناخذ العجين ديالنا كنديروا بودر كاكاو كنخلطوه باش نصوبوا منه شويه ديال الشوكولا. اللي بغى يديروا كله فاني يديروا كله فاني بحال كما درت لكم. اللي بغى يدير منه شويه ديال يجي شوكولاتي يديروا شوكولاتي بحال هكا. يخلط العجينه ديالو مزيان هكا دائما كرطوا الجناب ديال الصابلي ديالكم بحال هكا. كنديرو في البوش كنكرطو جميع الكمية اللي عندنا نديروها في البوش ديالنا بحال هكا ونخليو باش نصوبو شكل اخر ديال الشوكولا اللي كنديرو ليه بحال هكا. كنديروه طويل هو بحال هكا كنخليوه خصنا دائما نقطعوه لان كيجينا شويه غير مقطع. كنحاولوا نقادو هاد الجناب باش ما يجيناوش مشنتفين. غادي تقادو راسهم في الفران. مرحبا. بعد ما طاب الصبلي ديالنا ها هو هاد اللون كنبغيو في هاد اللون المذهب اللون ديالو يجي مذهب. ونخرجو من الفران كنطلعو هاد الطبق اللي درنا لتحت غادي نطلعوها هنا او نقدرو نطلعوها كاع الفوق شويه. مرحبا. كناخدو الصابلي ديالنا كنديرو فيه شويه الكونفيتور من الوسط كنجمعوه بحال هكا كنخليوه ينشف باش يشد لينا مزيان هكا. كنديرو واحد معلقه معتبره. اللي بغى يدير نوتيلا يدير نوتيلا، اللي بغى يدير شي كريم يدير شي كريم، اي حاجه بغيتوها ديروها. انا كنفضل ندير شويه ديال الكونفيتور. هانتوما كي كتجينا الصابليه ديالنا كتجي جيده، الصابليه كيجي رائع. وهاد لاباط كيما قلت لكم راه لاباط ديال الكيك كيجي منها الصابلي ممتاز ممتاز ممتاز. كناخدو الصابلي ديال الشوكولا ديالنا كنديرو ليه شويه د نوتيلا كنلصقو كل جوجات بوحدهم بحال هكا. كل جوجات كنجمعوهم بهاد الطريقه. جربوا ان شاء الله تصوبوا هذا الصابلي ليكم ولوليداتكم كيجي رطب وكيجي رائع. جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم 100%. كنرشوا الصابلي ديالنا بشويه السكر كلاص هكا كنديروه في الجنب ديال التبصيل ديالنا بحال هكا باش نوعو التبصيل ديالنا كيجينا منوع ان شاء الله كيجينا رائع.
نديرو في هذا الصابلي لكي يجي جيد جدا ان شاء الله. مرحبا بكم، هذا هو الصابلي ديالنا، الصابلي بالفاني درناه بلا كونفيتور، والصابلي والشوكولا درناه بالنوتيلا الوسط ورشيناه بشويه السكر كلاصي. جربوا هذا الصابلي لوليداتكم، راه كيجي من اروع ما يكون، كيجي الصابلي رطب وكيجي لذيذ تبارك الله. جربوه ان شاء الله غادي تشكرون عليه، لانه من اروع الوصفات السهله السريعه ايضا اللي ما كتستغرقش وقت كبير، مجرد انكم تصوبوا العجين وتدرسيه في الطاوه ديالكم وتدخلوه للفران كيطيب كتلصقوه ها هو موجود. يعني واحد الوصفه سريعه جدا، الوقت ديالها لتحضيرها ما كتستغرقش 15 دقيقه، وقت الطياب كيستغرق 15 دقيقه، يعني 30 دقيقه زائد 5 دقائق فاش تصوبوه فاش تدرسيوه، 35 دقيقة هالوصفة ديالكم موجودة عندكم، ويمكن لكم ديروا الكمية اللي بغيتو، ديروا كمية صغيرة قل من هذه، قل من اللي بغى يدير نصف هاد الكمية يدير نصف كيلو، اللي بغى يدير ربعة ديال هاد الكمية. لهاد الكمية تبارك الله راه عطاتني واحد العدد ديال البياسات، يعني عطاتني تقريبا 25 بياسة اللي عطاتني. نتمنى لكم اوقات طيبة معنا في القناة ديالنا، ونتمنى منكم ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تشجعونا وتشجعوا هذه القناة اللي هي منكم واليكم مشاهدي الكرام في كل مكان. تحية خاصة، كي يبدو ان فصل الصيف الناس خارجين كونجيات، يعني هذا الشهر 8 وشهر 7 كيصلحوا غير الراحة، يرتاح فيهم الانسان، هذا هو المهم عندنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. احنا دائما معكم كل الشهور وعلى طول السنة إن شاء الله الرحمن الرحيم، غادي نقدم لكم ما هو جديد، وإن شاء الله في الأسابيع القادمة غادي نقدم لكم مفاجآت جديدة إن شاء الله. وغادي نمشيو العيد الكبير اللي غادي نقدمو فيه الابتفور جداد، وغادي نقدمو فيه الأطباق ديال العيد الكبير إن شاء الله. ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.